بسم الله، احنا دلوقتي هنشرح مراحل الدهانات سريعا كده. احنا دلوقتي بنعمل مرحلة، اول مرحلة في مراحل الدهانات بعد البياض او بعد الانتهاء من مرحلة المحارة على طول، مرحلة المرشمة. بنرشم الحيطة، لو في اي زيادات، اي رواسب، اي شوائب على الحيطة، اي شيء يعمل لي عزل زي ما انا شايف كده، بنرشم الحيطة كلها بحيث انها تبقى حيطة مستوية عندي، السطح املس جاهز اللي هو يستقبل مرحلة الصهر، المرحلة التانية من مراحل الدهانات زي ما انا شايف عندي كده. البقايا بتاعة المرشمة بتاعة الحيطة زي ما ظهر عندي على الارضية، لو في اي مشاكل، اي مثلا سن بارز من المحارة، لو المحارة فيها اي شوائب، الكلام ده كله بنبدأ ننظفه بحيث ان احنا نحصل على سطح كده جاهز لاستقبال السرر وبعد كده استقبال مراحل الدهانات المتعارفة. شكرا يا ريس. خارجين حاليا على مرحلة الدهان السرر. السلام عليكم يا معلم، الاخبار ولا يعني. احنا بنعمل ايه كده يا ريس؟ يبقى احنا كنا بنقول بنعمل ايه؟ تمام، بنرشم الحيطة زي ما كريم شغال جوه كده. تمام، ليه بنرشم الحيطة؟ احنا شايفين اهو بقايا المرشمة على الارض ايه، زي ما واضح معايا. تمام، ايه كده يعني بنكنس الحيطان، بننضفها بالمقشه، بتنضف الحيطه مقشه زي كده مثلا او مكنسه زي كده. تمام، بعد ما ترشم الحيطه انت خلاص، لو في اي زيادات، اي شوائب، اي حاجه على الحيطه بتبدا تفك معاك. في حاجات بتنزل على الارض بتسقط على الارض زي كده، وفي حاجات تانية بالتانية موجودة، فانت بتمشي سطح المكنسة بحيث تنضف الحيطة، تضمن نضاف مستوى الحائط وسطح الحائط بقدر الامكان. صح، الله ينور عليك. وبعد كده بدي وش ايه؟ وش السلر. انت بتخففه ولا بتعمله ايه؟ بيجي الماده ايه؟ جاي جاهز، تشتغل بيه دايركت على طول. تمام، بتدهن بيه زي ما انت شغال كده. تمام، بعد السلر زي ما احنا شايفين كده، ده وش السلر. نشرح بقى سريعا كده، بعد السلر باخد ايه تاني؟ سكينة المعجون، وش اول، وبعدين الوش التاني بيكون عمود عليه مثلا، والتاني عرض، والتالتة طول. تمام، الله ينور عليك. تمام، خدت كده تلات وشوش معجون او تلات سكاكين معجون زي ما بنقول. بعد كده بنصنفر. فايدة الصنفرة ايه بقى؟ بتنعم الحيطان وتجهزها لايه؟ لاستقبال المعجون او البطانة. صح كده؟ مرحلة المعجون او مرحلة البطانة اللي بتيجي بعدها. تمام، الله ينور عليك. وبعد البطانة خلاص بقى انا جهزت سطح الحائط، لو في بقى عندي بعد البطانة اي مشاكل في الحيطة، اي تلقيطات، اي حاجة، بقى ايه؟ تمام، بعالجها وابدا اصنفر وادي كمان ايه؟ الوش بتاعي بقى، الوش بتاع الدهان بقى نفسه. صح كده؟ الله ينور عليك، تسلم يا معلم. كده احنا داخلين مكان تاني، وصل هنا المرحلة، مرحلة السكينة التالتة من سكاكين المعجون زي ما انا شايف الحائط عندي كده، بعد ما خد السيلر وتم نضافة الحائط وخد تلات سكاكين معجون زي ما انا شايف كده، ده مستوى الحائط اللي وصل. بعد كده الحوائط دي بتبدأ تتصنفر عشان لو في أي مشاكل، حاجات بارزة زي كده، أي مشاكل في الحيطة زي كده، تبدأ تتصنفر عشان الحيطة كلها تكون مجهزة عندي إنها تاخد البطانة اللي بتتبطن بيها الحيطة، عشان تجهز لي البطانة دي بتكون طبقة بتجهز لي بعد كده الحائط. أولا بتظهر أي عيوب متواجدة في الحائط عندي، ده أهم نقطة، أهم شيء، ببدأ أعالج العيوب دي كلها بشكل نهائي. بعد كده خلاص الحائط عندي بيكون مجهز ان هو يستقبل الدهانات الفينش بتاعتي، سواء كان هيكون وشين او وش او ثلاث وشوش على حسب الدهان ما هيدي معايا الوش الصريح اللي انا محتاجه. كده احنا داخلين شقة رقم 3، وصل فيها مرحلة الدهان للوش الاخير زي ما انا شايف كده. ده طبعا تيب موجود على الحيطة عشان يحدد اللون، يفصل اللون السقف مع الزاوية مع لون الحائط هنا، بيتشال في الاخر. هنا كده الحائط ده كده واخد وشين دهان
الشكل ده كده الحياة عندي كده واخد وشين دهان بعد مرحلة البطانة والصنفرة وكل حاجة والترقيط ومدوات العيوب كلها بدأت تديتي الوشين فظهر عندي بالشكل ده كده وشين الدهان زي ما واضح معايا كده اللون اللي انا متفق عليه أو اللي العميل عاوزه. طبعا الألوان الفاتحة الزاهية دي اللي هي الألوان الأحادية المونوكروماتيك كالرز اللي هي بتكون بتدي اتساع للفراغ بتديني حيوية داخل الفراغ طبعا مع الإضاءات الطبيعية زي ما أنا شايف. فيعني الإيحاء أو الإحساس داخل الفراغ الشعور بيكون شعور حيوي شعور بالراحة زي ما أنا شايف كده. مثلا الأبواب دهانها أبيض برضو فهو العميل اللي طالب كده فاحنا نفذنا طلب العميل طبعا مع نصائحنا ليه فالألوان طبعا بتديه إحساس بالراحة أكتر أثناء استخدام الفراغ. دي من مميزات الألوان الأحادية زي ما احنا عارفين.